ولا تحتار في الفتن أن تنصر الحق هذا أعظم المنن أن تستقيم على هدي الرسول ولا تمل إلى الظلم أو تدعو إلى وثن وأن تكون جدارا في بناء وطن من الخيانة. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت بهم فبراير ليتولوا المناصب وترفع لهم الأعين والآذان إليهم، واليوم هم يتبرؤون من فبراير بل ويطالبون بإلغائها واستبدالها وربما محاكمتها. وفعلا يجب محاكمة فبراير إذا هي طالبت بأوصاف تنطبق على هؤلاء، بل إن فبراير قد استغلت طيبتها وبساطتها فوصلوا من خلالها للحكم. وحل المسألة بسيط، لكل من يتبرأ من فبراير أو أنه غير راض على فبراير عليه أن يرجع لنا بضاعتنا ويبقى هو في مكانه قبل أن تأتي فبراير. عليه أن يبيع ويشتري في بضاعة الجماهيرية والفكر الجماهيري، وسنرى أي المناصب سيتحصل عليه. شعبنا العظيم، ثورة فبراير منذ اليوم الأول لها أعلنتها صراحة، لا ظلم بعد اليوم، لا إبعاد للناس المخلصين، لا سجون لأصحاب الإبداعات والمفكرين، لا لمصادرة الفكر والإرادة الحرة. فيا أيها المتبرم من ثورة فبراير والناقم عليها، إذا كنت لا ترى أن هذه الشروط أو الصفات تنطبق عليك، عليك أن تغادر فورا ولا تبقى لحظة في منصبك. شعبنا العظيم، لا ندري كم من الأيام بقي بنو إسرائيل في التحرر والحرية حتى اشتاقوا لعبادة العجل وعبادة غير الله سبحانه. هكذا هي الشعوب التي طال أمدها في الذل وعبادة غير الله، سريعا ما يرجعون لحياة العبيد والاستعباد، لا حول ولا قوة إلا بالله. لابد للوعي أن تشجع نادره وفيه يدفع حبا أبهض الثمن، لابد للليل إن طالت حوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلنا في الجنوب وأهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب، نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن، نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله نبدأ الحلقة. وحلقتنا كالمعتاد نبدأها بالرسائل، ورسالتي الأولى حقيقة يعني يريد تعطوني الصور بتاعت الشيخ الله يبارك فيكم، خلونا نبدأ بهن. هذه صورة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني مفتي ليبيا حفظه الله، نشوفه في الصورة كيف تقدير العلماء الأجلاء لهذا العالم الجليل. حقيقة منظر مهيب، منظر يحق لنا أن نفتخر بصراحة، كون أن على رأس ثورتنا أو على رأس قيادة ثورتنا إن صح التعبير إمام جليل عالم كيف الشيخ الصادق الغرياني الله يحفظه. لما نشوف منظره وسط العلماء وكيف يحترموا فيه وهو الشيخ الددو يقبل في يده، معناها يجب أن نعترف ويجب أن نتأكد أن عندنا كنز نحن. يعني ما فيش ثورة توا الآن في هذا الوقت
من ثورات الربيع العربي يقود فيها عالم مثل هذا الشيخ. هذه ما نظنش حد فيها مبالغة أو كذا. لكن مصيبتنا نحن ينطبق فينا المثل حقيقة أو مثلين أو قاعدتين إن صح التعبير. القاعدة الأولى تقول مزمار الحي لا يطرب، مع أن مزمار هو كيف باقي المزامير، لكن ما دام هو موجود في الحي متاعنا ومصنوع في الحي متاعنا معناه مش حيطربنا ومش حيخلينا ننسجم. كويس. القاعدة الأخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر الشيخ وأن يبارك في عقله وفي علمه ويحفظه من كل سوء حقيقة. القاعدة الثانية تقول نحن مصيبتنا والكارثة عندنا لا نعرف قيمة الرجال إلا بعد أن يتوفاهم الله سبحانه وتعالى. هذاك وين نعرفوا إن كان عندنا كنز وكان عندنا قيمة وكان عندنا كذا وعندنا علم وعندنا، وتصبح الناس تتباكى واللي يكتب واللي يتكلم والشيخ وكذا وكذا، لكن في حياته لا يوجد هذا المعنى. وخذ قيس عليها بصراحة كل قيادات الثورة وكل الناس الطيبة وكل الناس اللي لها مساهمات في 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 ثورة ليبيا أو في تحرير ليبيا من الاستبداد، وهذه الشخصيات لا نعرف قدرها ولا نجلها إلا بعد أن يتوفاهم الله سبحانه وتعالى. وكأننا نحن مش كأننا، هذا الواقع، بخلاء حتى المشاعر نبخل بهن. شن يمنع في حياته هذا الشخص ايا كان نوعه ولا ايا كان الطائفه بتاعه ولا ايا كذا، ما دام عنده جهد واضح وما دام عنده سمت طيب وما دام عنده مساهمات طيبه، شن يمنع ان يكرم في الدنيا قبل الاخره؟ راه التكريم من البشر يكون في الدنيا، اما تكريم الاخره فعند الله سبحانه وتعالى، هذا البشر مش حيخشوا فيه على الاطلاق، لكن تكريم الدنيا والاحتفاء في الدنيا يكون عن طريق البشر. فنحن شيخنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه، قاعد وسطنا لكن زي ما قلت لكم مزمار الحي لا يطرب. والأمر الآخر أن نحن مش حنعرف قيمته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره. وبدليل أن يقام مؤتمر في طرابلس في العاصمة، مؤتمر على الإمام مالك، على مآثر الإمام مالك، وللأسف وللأسف إن شيخنا وكبيرنا ودكتورنا يشار له بالإصبع من خلال العالم كله في هذا الخط أو في هذا النهج أو في هذا الفقه أو في هذا المذهب، مذهب المالكي يشار له بالبنان. يعني ربما نقول أحد، يعني أحد أعلام الفقه المالكي الآن هو شيخنا الله يحفظه. يقام مؤتمر في ليبيا في طرابلس ولا يدعى له هذا الشيخ ولا يستشار في هذا الموضوع. أظن هذه يعني تقلب القصة على اللي داروا المؤتمر، لما العلماء هذيما هل يحبوا على يد الشيخ الصادق يشوفوا المؤتمر وهو على الإمام مالك ومش موجود فيه الشيخ الصادق ولا يعلم به، حيحطوا علامة استفهام اصلا على المؤتمر. كيف انتم؟ كيف تديروا في مؤتمر على الإمام مالك وعندكم أحد أئمة الأعلام في المالكية؟ فالأمر عندنا شوية نحن حوسة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الشيخ وأن يحفظه في دينه وفي عمره وفي عقله وفي علمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى يثبته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الثبات وأن يرزقه العلم الوفير يا رب العالمين، وأن يبارك لنا فيه وفي خطواته وفي نصائحه وفي علمه صراحة. يعني هذه رسالتي الأولى، أنا حبيت أني نبتدي بها. الرسالة الثانية وهو كالعادة عنوان حلقتنا، عنوان حلقتنا شنو هو؟ نعم لحكم العسكر.
وانتم طبعا عارفين راينا في الموضوع حضاي، لكن حقيقه احد المتصدرين للمشهد، وتو نجيب لكم الفيديو بتاعه، ويوما ما قال نحن عصات كان في برقه يا اهلنا، يعني نحن اللي نرفع العصا في وجه اللي بيضرك ولا اللي بيظلمك ولا الكذا ولا كذا، ويوما ما يعني زي ما تقول تبرأ من العسكر اصلا، واتهم العسكر بانهم فعلوا فعلوا قتلوا دمروا ذبحوا كذا، قصة طويلة. وبعدين صار له ما صار له، اخيرا طالع بفيديو يقول نعم هك، يقول نعم لحكم العسكر، نعم لحكم العسكر. فهذا بصراحة يعني حقيقة، وانا نجهز في الحلقة مجرد حقيت الفيديو قلت له هذه حلقة، هذه حلقة كاملة، هذا راس موضوع ولا الحدوتة زي ما يقولوا بتاع الحلقة هو اللي بيبدلنا بها الشخص هذا. فإذا كانوا الفيديو بتاعه كذا واتي أعطوا ليها إسناد الحقيقي قوات المسلحة فضل الله بعود السيد القائد العام، إنه هو الحقيقة الداعم الرئيسي لوزارة الداخلية. كان عنده فرد من الداخلية أغلى من فرد الجيش، يقول قوموا بعملكم، خذوا جميع إجراءاتكم القانونية وأنا معاكم. يعني كان داعم حقيقي، يعني ما يقول لك فلان عادي غيرنا في ظهرك، فعلا كان قائد العام في ظهورنا. كانش الضربة جينا من الخلف، كنا ماشيين قدام، نزلنا ماشيين قدام. طولنا الله في عمره، إن شاء الله حيكون رئيس ليبيا. عارفين حيطبق القانون وحتمشي البلاد على الصراط المستقيم. لا لحكم العسكر، نعم لحكم العسكر. المقولة اللي يقولوا فيها لا لحكم العسكر. صح نبو دولة ونبو مؤسسة دولة، ولكن الدولة من غير متابعة، من غير كنترول معين، مستحيل تبقى دولة. أكيد. كذبة العالم الديمقراطية وكذا، والجو الكلاسيكي اللي يحكوا فيه هذا، كله كذب. شو أي دولة في العالم مش مسيطر عليها جيش؟ أكيد. أي دولة في العالم؟ 90% من رؤساء العالم أصلاً طالعين من كليات عسكرية ضباط جيش. أكيد. والدولة اللي ما فيهاش أول دولة الشقيقة مصر. شفت عبد الفتاح السيسي، وشفت الأعمار اللي في مصر، شفت التطوير اللي في مصر. النقلة الحضارية فعلاً. نتمنى نكون نوصل المرحلة هذه، والحمد لله رانا اليوم. أكيد. رانا في مشاريع في بنغازي يشرف علينا الجيش بصدق، يعني رئيس الحكومة السيد أسامة حماد، ما كناش نحلم به. أكيد. من 40-50 سنة. أكيد. أو حكم العسكري وصلنا الكبريات. أكيد. أنا نعطيك حاجة، نقول لك الدولة من غير جيش زي الحوش اللي من غير راجل. الحوش اللي ما فيش راجل هذه الدولة اللي ما عندها جيش. لذلك أنا دائما الجيش نرفع له قبعة، ونحن ما نمشوش إلا تحت حماية القوات المسلحة. هو اللي زيدنا قوة، زيدنا عزيمة أن ندحر جميع أوكار الفساد. كان إسناد يا سيدي هذا فرج قعيم، والله ماني عارف منين نبدأ لك يا فرج، بس منين نبدأ لك؟ بس قال نعم لحكم العسكر، ديمقراطية واللي يقولوا فيه الكم هذا والكلاسيكي، قال على قوله قال كله كذب. كويس، خلينا نبدأ معاك واحدة واحدة. أنت اللي جابتك الديمقراطية يا فرج، ما جابكش العسكر، تمام؟ اللي جابتك الديمقراطية اللي هي ثورة فبراير، تمام. انت تو تقول لا ديمقراطية لا كلام فارغ لا كذب لا هني، تمام معاك. انا خليك راجل وقدم استقالتك، لان جابتك الديمقراطية وانت ما نكش مقتنع بها الديمقراطية، او تراها كذبة، انت قلت كذب كله. قدم استقالتك وقول والله اللي جابني هذا انا ماني مقتنع بها، امشي روحوا. هذيك نقرع لك فيها، نقول يعلم الله انك راجل. بعد تقدم استقالتك خلي العسكر يرجعوك لوكيل وزارة الداخلية، تمام؟
متفقين هكي واضحة ظني متفقين. قدم استقالتك يا فرنج قعين وقول هذه فبراير ولا الثورة ولا لي، هذا كله كلام فارغ، لا في ديمقراطية لا شيء، كله كذب الكلام هذا. وأنا من هالوقت ما عشنا ننتمي لهذه الثورة أو ما عشنا ننتمي لهذه الديمقراطية، وأنا متبرأ منها. وخلي العسكر يردوك ويحطوك وكيل وزارة الداخلية، تمام؟ المثل اللي ضربه السيد هذا وهو من بنات أفكاره زي ما تقول أو بنيات أفكاره، اللي قال شنو؟ الدولة من غير جيش كيف الحوش اللي من غير راجل، تمام؟ الدولة اللي من غير جيش كيف الحوش اللي من غير راجل. مانيش عارف والله كيف ان كيف نوصفه لك المثل هذا وكيف نشرحه لك، ولا شرح معين، لكن ربما ما نقدرش نقوله. بس قال رؤساء العالم كلهم عسكريين، قال مش يقولوا ديمقراطية، قال كلهم عسكريين. طيب معاك انا عسكريين، لكن كيف تم اختيارهم؟ هل جو عن طريق انقلاباته وأقروهم بعدين على الانقلاب متاعهم؟ لا، مستحيل الكلام هذا. الرؤساء العالم عسكريين معاك، أمريكا غالبيتهم عسكريين، لا أظن أن فيهم حتى واحد مدني، تمام؟ لكن كيف تم اختيارهم؟ تم اختيارهم عن طريق الديمقراطية وعن طريق المدنية، مش بالانقلاب. جو باش نوريك أنك هذه ملعوبة. فأنت توا يا سيد ما دام أنت هكي لنقانك، قدم استقالتك وسلم لنا الحواشين والأموال والسيارات اللي خذيتن عن طريق فبراير أو من خلال وجودك في منصب حطيته لك فبراير. سلم لنا الدبش هذا كله، رد لنا بضاعتنا هذه كلها، وربي ييسر لك إن شاء الله وعدي. يا ترد للفندق غادي وتقعد جنيهين جنيهين ولا خمسة جنيه ولا ثلاثة جنيه، يا يردك العسكر. العسكر متحكم غادي في الشرق توره، يحطك يردك وكيل وزارة الداخلية. انت كنت وكيل وزارة الداخلية وخشوا عليك في ديار النوم متاعك ومسكوك مع وذنك وحطوك في السجن العسكر. مانيش عارف كيف العشق للعسكر هذا، ايش اللي حقيته منه انت؟ مانيش عارف، ربما حقيته اشياء اخرى ما نعرفونش نحن، الله اعلم. لكن انت العسكر مسكك مع وذنك. اعطيني بالله الفيديو كذا. اصبر لا الحرب، هذا قايم لقى 48 ساعة بس. وينك توا؟ اصبر لا الحرب. هذا قايم لمدينة القلابة اللي حفته. هو أكبر ولله الحمد. عبرة خليها لمدينة القلابة اللي حفته، يقعد كيف تقعد، يقعد لها عبرة إن شاء الله. لا أكبر ولله الحمد. هذه بنغازي. سيد قعيب مش رايك حتى هو؟ هذا من العسكر، هذا ما اشتغلوا عليك العسكر من قبل، عنده فيديوهات اظني حتى قعدات عندنا هنا تو نجيبوهن. فانت تقول تو نعم لحكم العسكر، العسكر هم اللي خشوا عليك في حوشك وهم اللي حبسوك. يا مانيش عارف، حد عرفت روحك انك انت غلطان يعني زي ما تقول بحديثك مع فبراير ولا باقتناعك بفبراير، ولا ثورت لقيت روحك غلطان، ولا خفت رديت من الطريق، ولا خوفوك، ولا يعني ما تقدرش تعرف. لكن هذي ما العسكر وهذا اسلوب الحكم تاعهم اللي انت قلت توه، قلت ما هني
بلاد ما فيها جيش كيف الحوش اللي ما فيش يا راجل؟ ما نبيش نقولها أنا، أنت طبعا أنت عارف أنا ردها واضح هذه، لكن مشاهدين الناس تتفرج علينا ما نقدرش نتكلم أكثر من هيك. لا أعطيني كلب اثنين كذا الله يربحك. هاي لا اليوم رانا نعاقبوا عليها ويوم نقبضوا عليها، وعندنا أمن إلكتروني اليوم نطلعوا في المواقع نكشفوا عليه الحسابات ونقبضوا راه. هاي السب تسب مسؤول، تسب شخص، تسب قيادة، تسب وزارة الداخلية، ثاني يوم تلقى روحك في الحبس راه. ونصيحة لأهلنا وناسنا أن يحاولوا يتعاملوا مع التواصل الاجتماعي معاملة حسنة وبالكلمة طيبة وبالنصيحة، ما يديروش يحطوش السم في العسل، ما يقدروش يزرعوا في الفتن. أنا نشوف في بعض الصفحات يشتغل على الفتنة ممولات، أكيد صح، ممولات من الخارج ونعرف من وراهن ومن يتبع فيهن. للأسف الشديد إنه من برقة أو من عيال برقة اليوم يشغل في الفيسبوك يحرق في شخصية معينة بالباطل بالكذب بالتشهير. لكن راه نقول لك ننصحك سواء اللي قاعد في مصر ولا قاعد في تركيا ولا قاعد طامر في طرابلس، رانا حنجيبوك. راهي ليبيا، راهي في الانتربول، راهي يوم ما حد فعل القانون حنجيب. ايش رايكم؟ مو حكم العسكر طبعا، صادق الراجل قال نعم لحكم العسكر، ديمقراطيه ما ديمقراطيه ومدنيه، لا كله كذب، كلام فارغ كله كذب، لا نبغى حكم العسكر. اللي هو شنو حكم العسكر؟ اللي تو شرحها الكم الاستاذ وكيل وزاره الداخليه الاستاذ فرج قعيم، اللي قال شنو؟ قال حتى اللي يتكلم ولا اللي يكتب ولا مين، احنا مراقبيننا وعارفيننا وين قاعد، سواء قاعد في تركيا قاعد في مصر عارفيننا وين قاعد احنا وعارفين هم من، وهم من ابناء برقه. قال في مقاويله والله الا والله الا وسختوها برقه، والله الا شوهتوها برقه، والله يوم اللي نطقتوا بها ضيعتوها ضيعتوها برقه. هذه تاريخ الاجداد، اللي حط اسم برقه في السماء هم اجدادنا مش انتوا يا صعاليك، انتوا ضيعتوها، انتوا مسحتوا بها الارض. وانت يوما ما يا استاذ يا وكيل وزاره الداخليه ركبت على الجمل وما غطتش راسك، عيب يا راجل، عيب. حبه اليد بعد الرجله بلاش منها راهو، حبه اليد بعد الرجله بلاش منها خير لك. مش صبيت في وسط هلك وقبيلتك ويا كباري قلت لهم، وقلت لهم اكتشفنا سجون واكتشفنا وهبه يرخ ويقطع في اليدين ومعاه خمسه بنقله ولا عشره ولا العشرين ولا يطيروا في الاظافر ودايرين سجون تحت الارض وعارفين من اللي يقتل، وعندنا 139 قضيه كل الملفات لو كنا نفتحوه نفرقوا بارقه. مش هذا انت اللي قايله؟ معقولة يا راجل؟ هذا كل أنت قايله وتو صوت وصورة الحكاية، ما عادش كيف قبل، فيديو قاعد ما عنده وين يتحرك. جيت هو يا راجل بكل ذلة وبكل صغار تقول نعم لحكم العسكر، شنو حقيت منهم أنت؟ لكن خليك راجل، يعني خليك كمل إذا صح التعبير وقعدت راجل، قدم استقالتك. هذا كن صدقوك، قول يا جماعة لنقلنا اللي جابتني الديمقراطية اللي تكذبوا بها هذه، ولنقلنا ما جابني إلا الكلام الفاضي بتاعكم الفيس وما الفيس هذا كله كلام فاضي، لنقلنا هذه استقالتي. أنا نبي نجيها عن طريق العسكر، لجني أنا مقتنع بحكم العسكر، وإن بلاد ما فيهاش عسكر ما تنفعش، هكي مفروض تقعد راجل. لكن والله ما تديرها أنت، ولا أنك من رجالتها، ولا أنك من رجالتها. مش طلعت في فيديو وقلت أنت حفتر حاول قتلي وحاول تفجيري وحاول كذا ودددد، وش صار بعدها؟ مع اذنك وحطوك في السجن، والله اعلم كيف اطلقوك، ليش اطلقوك؟ هذا حفتر ما يطلقش حد راهو، اي واحد معارض له لا يا بابا تبقى طيب. انت ليش اطلقوك؟ ليش ردوك المنصبك؟ انا في تساؤلات يا قعيم. انت فتحت على روحك باب جهنم، انت فتحت على روحك باب جهنم، كنت مستور وقاعد ساكت، لكن انك تطلع بهذه الصفاقه وتقول نعم لحكم العسكر، لا خلي العسكر ينفعوك. مش قلت فظهري خطرت علي يا جماعه فظهرك سي عبد السلام هي هذا؟ في ظهرنا المشير ولا القائد ولا القياده العامه يقول لك عدي انا فظهرك، معناها منتهي الموضوع. خلاص ما دام في ظهرك انت حفتر، خلاص اطلع يا سيدي، ما تنحسبش علينا.
يصلح الله الحال ان شاء الله. هاي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كيف ما رقيناك مع البوكا ها؟ والله كيف ما رقيناك مع البوكا يعني في القياده فيك مال بعضكم يا كيف ما رقيناك مع البوكا. نحن الناس رقاد الرياح اللي ضحكتوا علينا وكسرتونا ودمرتونا وهججتونا وكسرتوا حواشينا. نحن ولا وربي كعبه كيف ما رقيناك مع البوكا. الناس دوكا تحت البوكا في الزيت جو زيت المعفن جو فوية بس واهده صحيح عليكم الدنيا كلها ما تبون كم شيء ويوكم طيب لكن واهده بس والله واهده وربي كعبه ان شاء الله نفجر روحي جوا عندكم. يا عيد قياده نفجر روحي جوا نقتل نفر واحد بس فيكم. انت ريح وحق غنم ورحمن نادم علي اي طلقه طلقتها من دواعش من بنينه لين صبح اليوم. نادم علي اي طلقه طلقتها انا لان هم مش دواعش انتم دواعش ونحن اللي مضاعف نحن اللي كسرنا حواشين دمرنا الدنيا كل. والله ما دواعش نحن اللي دواعش هم اللي حق والله نحن اللي باطل. الله مش نحن انتم اللي باطل ضحكتوا علي وطلعتونا انتم اللي باطل. وحظ ربنا يديه طلعنا بارواحنا طلعنا بارواحنا من اجل الوطن لكن من اجل الوطن مش من اجل شيء كيفكم انتم ركبتوا علينا ركبتوا الدنيا كلها ما عقبتوا شيء. والله ما عقبتوا حاجه وان شاء الله خير. واهده بس اصبروا واهده هي حكم العائله ولا والله واهده وربي كعبه واهده وكيف قلت لك كيف ما رقيناك مع البوكا الناس ذوك مع البوكا واهده ان شاء الله باذن الله واهده تبون ما حكيتكش يا صدام انت في بنين ولا حكيت خالد يا خالد انت يا امر 106 يا صدام يا امر 100 يا طارق بن زياد يا حسن الزاد يا امر 128 يا مر مقري اللي حاطين لك كفر في طارق بن زياد كفر انت بس يا مر مقري كفر خطيئة ما في شيء. والله ان شاء الله باذن الله جاي كم يوم حق القرآن الرحمن ما لا نهاية وان شاء الله خير. انا واحد من الناس راني متضرر وسامحونا كلمات عادي لكن كلمات درت انا قبل ما ننحبس فهمت ولا انا قبل ما ننحبس. يا سيدك عيب هذا يا جماعة يحكوا عليكم وقالوا لكم كيف ما رقيناكم على البوكا ننزلوكم شو رايكم؟ هاي يا سيدي هاي ديروا لنا راي معاهم على تو هاي مش قلت انت اللي يطلع ولا اللي يتكلم ولا اللي في الفيس وعارفينهم وعيال برقه واللي قاعدين برا واللي قاعدين جوا لا حبس فعلا هو كلام هذا حكم العسكر ما جبت الجديد انت قلت صحيح تو طلبت به حكم العسكر والان تنفذ في الخطوات بتاع حكم العسكر. الله الله يا قعيب لجيت لهيك لهك انت لكن انت محافظتك على الثروات اللي هني هذا اللي يذهب انشيرتك وخلناك تتنازل على كل شيء مقابل انك يقعد ان الثروات هذين عندك. لكن انا مبشرك وخذها مني وقول قالها حفت لا يمكن يخليك حي. نقولها لك من تو لا يمكن حيخليك حي. جينا مش ناسيها لك الاول راهو والله هذا جمل ما ينسى حاجه وحقود ان شاء الله حيجي غير يجي وقتك بس يجي وقتك وحيخدمك خدمه لابعدها لا قبلها. كيف ما خلاك تطلع من الحبس وجي تحب على راسه وتحب على يده حيخليك تدير حاجه تخا بعدها يقول لك هيك وقول قالها. انكم انتم هبل وما تفهموا في شيء والله هبل وما تفهموا في حاجه. الله يصلح الله الحال ان شاء الله يصلح الله الحال. توا شوف الفيديو بتاعه شنو يقول قعيب اعطوه لنا كذا ما التفاصيل شنو اللي صار بالضبط اليوم في بنغازي؟ من قبل اربع خمس ايام تمت عمليه اغتيال الوكيل في منطقه سيدي خليفه بسياره مفخخه طالعه من تبعيه القياده العامه للجيش الليبي تتبع خليفه بن قاسم حفتر اللي جبناه في 2014 وزرتنا فيه في 2018 عند 48 ساعه تفوير بوليس مخامات يمسك مدينه بنغازي خلال 48 ساعه اقسم بامه محمد. انا ذاك الطبل توا كل من عنده في برقه راجل خطفها خليفه حفتر اقتنع عزيزه في كنيسه يتفضل بكره عشاء في منطقه مرتس. نعم سيد فريش ليش هذا التصعيد الان؟ شو اللي صاير بالضبط اليوم في بنغازي او مؤخرا؟ تم اعطينا التفاصيل. ثلاث ايام بسياره مفخخه، اليوم تم استهداف تعاون 120 ثلاث قتلى واربعه جرحى في العنايه قاعدين. هناك قبائل، هناك عائلات، ناس محترمه. لو عنده خيانه علينا يطلعها في الاعلام توا. نعم سيد فريش خلينا نكون في البحث عن المعلومه في حد ذاتها، اعطينا دليل.
شو اللي صار بالضبط؟ ليش هذا التصعيد؟ سيارة فجعة، زواج جيش خشت في منطقة حي السلام وهربت من حي السلام، استهدفت معسكري في راس المنقار في بوجزيرة. سيارة تابعة للجيش الليبي، تابعة للقيادة العامة، تابعة لخليفة حفتر. هذا أمر مثبت سيد فرج؟ مثبت بالثابت، حي السلام كله يشهد على الكلام هذا. طيب، قصف اليوم. نحن عالمين الحرب. نعم، قصف اليوم، شنو يثبت أنه من القيادة العامة؟ هو اللي فجرني، عندي من 3 أيام هو اللي فجرني، هو اللي حط المفخر قدامي في الطريق، هو اللي ضربني بالطيران. الدواعش ما عندهمش طيران يا أخي. ضربني بالطيران 21 جريح وخمس شهداء. قصف معسكركم بالطيران سيد فرج؟ في المحور في الصابري. أنت كاري كلام هذا؟ في 2006. ايش رايكم في هالكلام؟ تتذكروا في الحلقة الماضية قلت لكم التافهون عماد دولة الاستبداد؟ التافهون هم الأعمدة متاع دولة الاستبداد، هذا واحد من التافهين. شفتوا شنو يقول توه؟ أنا دق الطبل توه 48 ساعة إن كان ونيس بوخمادة ما يمسك ليبيا ولا يمسك بنغازي أنا ندير وندير وندير، أنا خلاص اقصفوني، قال رتل اقصفوني بهاول مش عارف شنو، ماتوا عندنا 3 و4 جرحى ما عاش فيها، خلاص خليفة بالقاسم حفتر هو اللي دار ودار ودار. وتبيه ينساها لكو، اصبر بس توا معلش يعني سامحوني نعود لكم باش الفكره ترسخ عندكم. اعطوه لنا كذا الفيديو اللي توا يحكي يقول حفتر رئيس ليبيا. كان الاسناد الحقيقي قوات المسلحه بفضل الله وعود السيد القائد العام انه هو الحقيقه الداعم الرئيسي لوزاره الداخليه. كان عنده فرد من الداخليه اغلى من فرد الجيش، يقول قوموا بعملكم، خذوا جميع اجراءاتكم القانونيه وانا معاكم. يعني كان داعم حقيقي، يعني ما يقول لك فلان عادي غير فضل. بالله عليكم تو هذه ما تقوم عليهم بلاد؟ هذه ما تقوم عليهم دولة؟ هذه يستاهلوا ان يتكلموا باسم ليبيا يا جماعة؟ شوف بالله عليك تو قال لك دق الطبل انا وحفتر دار وهو اللي فجرني ولده. تو سيدي القائد العام هو الداعم الاول لوزارة الداخلية، اي اللي انتخذوه الكلام؟ الاولي ولا العقابي؟ ولا هن اثنين ما ناخذوهنش؟ ولا هن اثنين ناخذوهن؟ شفتوا بالله؟ شفتوا التافهين لما يصدروا المشهد؟ شفتوا عدم الرجولة لما تصدر المشهد شنو هي؟ يا رجل ما تقدرش اطلع منها، ما تجيش تلبس البلاد الضعف اللي عندك تعزق على البلاد كلها يا راجل، وتقول البلاد ما فيهاش جيش معناها كيف الراجل اللي من غير حوش ولا الحوش اللي من غير راجل ولا؟ بالله عليكم مش تفاهه هذه؟ نعم لحكم العسكر يا كازي، باش تعرف العسكر كويس، الزر كويس. لا حول وزال، والله يا ما تشوف والله مو مهلبها لك حفتر، والله مو مهلبها وقول ما قالها، تحسبها سهله، تحسب لبستك الكويش ودورتك للحوش في شارع دبي ولا في برسس غادي تحسبها هي الدوه، والله يبان لك كل هذا. اعطيني واحد من الصعاليك حتى هو كذا حتى كرامه ما عندنا، راه ما يكذب عليك حد، حتى كرامه ما نحسين بيها. نحن عارفين ان عمليه الكرامه، بس لكن كرامه ما حسيناش بيها، راه ما حسيناش بيها. وين الكرامه؟ نكذبوا؟ تبيني نكذب ونجاملك نفس اللي جامل ويك؟ يعلم الله ان جاب لنا كرامتنا، يعلم نكذب؟ وين كرامتنا؟ ان مثلا تحكي علي ناخذك نحطك في الحابس، تقول نبي سيف الاسلام ناخذك نحطك في الحابس، تقول نبي دبيبه ناخذك نحطك في الحابس، تقول نبي حفتر نعطيك مفخره، ما ينفعش الكلام هذا. الكلام هذا يعلم الله انه غلط ويعلم الله انه ما يصير. فيها قامع من تو دكتاتور العرب تم يقولوا دكتاتور، راه نار. هذه نصيحة راني نقول فيها لك نصيحة، يشهد علي ربي الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنها نصيحة. راه موضوع الشعب راه قاعد في مخاف، ظرناك انك منقذ للوطن، لكن انه يبقى جيني مجموعه تخطف لي على الهويه وتخطف في ظنا ناس وظنا قبائل، الموضوع هذا قلنا ما نسمحوا به ونحكي على روحنا، ننظر له غلط، ننظر ما خطفش مني حد
ولو كان انخطف مني واحد مش هيحصل طيب اصلا. لكن نا نقول حاجه واحده، را الموضوع هذا ياهي راي يجر فيك مع الهاويه، راي يطيح فيك من عيون الناس، الا غيرها راه بالموضوع اللي توا راه موضوع لا ياكل لا يشرب مع الشعب، وراه موضوع ينقلنا زاد على حده، ويعلم الله الخطف على الهويه ما هو طيب. ونام واحد من الناس عندي شباب قبيلتي وشباب المرابطين وشباب كذا كلموني لعند دامس ويسامحوني فيها الشباب، يعني سامحوني فيها الكلام هذا، كلموني لعند دامس وقالوا نبوا نديروا اجتماع، اي شخص عندنا في جيش عندنا في كذا عندنا في كذا هذين قرايض وتم خطف على هويه وتم كذا، يجوا يقعدوا راتبهم ما يوقف راتبهم ما يوقفش حد راتبهم لاخر ما يبوش قريفة يقعدون في حواشينا. قسما بالله العلي العظيم اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله حتى شياب والله قالوها لي الله قالوا لي ذيحة وقول وقول وقول. لكن الكلام هذا إياه راي قبايل بدان توا يطبخن من جوا، راهم بدان يطبخن من جوا الايام اللي فاتت اللي اكد لي الموضوع هذا إياه من مدة يومين يا خليفة بالقاسم حفتر، من مدة يومين كلموني جماعة قالوا لي نحن الفترة اللي فاتت قلنا لك نبو تفويض المشير لعند نيني تم انتخابات واحكي بالموضوع هذا واصرلنا على الموضوع هذا إياه. البارح من دون الايام كلموني قالوا لي يا سليمان فكنا منه الكلام هذا، فكنا منه ما عادش تحكي عليه الكلام هذا، نبوه للقضاء الاعلى، تسلم القضاء الاعلى للسلطه، السلطه تسلم القضاء الاعلى لعند يتم الانتخابات، ايش رايك حتى في كلامه؟ كانوا يبوك انت ويبو المشير هو اللي يدير ويدير ويدير ويدير، والله وبالله وتالله راني ما نجملش وراني ما نخافش، لكن نحكي الصادقه باش ما يمشوكش على قشره موزه، باش الجماعه ما ياخذوكش طريق ماهيش طيبه، راي ما ياخذها بيك طريق مش طيبه، وراه اسمع يقول لك اسمع من بكياتك ولا تسمع من ضحكاتك، هل يطبلوا لك؟ هاي هذا ردا على حكم العسكر. ردا على اللي قال نعم لحكم العسكر. هذا واحد من المواطنين من طبرق يحكي شنو سير بالضبط وشنو هي وضع الكرامه وشنو هو وضع المرعوبه، هذا حكى عليه بكل صراحه، وربما تكون رد على نعم للجيش. هذا اعطوني هذا له سنين رايح حتى وكذا اعطوا لي هي حقوا الحبوب اللي يحكوا عليه حقوا الصياعه حقوا الشلتثة وحقوا الوساخة بتاع السائق اللي عمرهم ما حقوه على وش الأرض. أصبر بس شوي موضوع يكمل بس تك هكي وبعدها شوفوا الشغل الآخر، شوفوا الحقارة وشوفوا قلة الأدب وشوفوا السياعة اللي عمرهم ما حقوها ويحقوا الحبوب اللي على وذن ودن ويحقوا المكاليب يطلعونا فيه إن إحنا مجانين هيحقون إن شاء الله ويحقوا الحبوب اللي يحكوا علينا ويحقوا السياعة ويحقوا الشلتثة وحقه صخم بتاع الصين. شرايكم هذا نعم لحكم العسكر قال ريتون منطقه ريتون منطقه وريتوا الشكل اللي معفن هذا استغفر الله يا ربي ريتون الحقارة والنذالة والوساخة ريتون منظر هذا اللي طالب به السيد قعيب وكيل وزارة الداخلية قال نعم لحكم العسكر الديمقراطية لا كلام فاضي لا كذب لا اللي تكلم نحبسوه واللي كذا واللي على الفيس واللي قاعدين برا كل مرة راقبوا فيهم وعارفينهم والمصيبة انهم ابناء قبائل وابناء برقة وكذا وكلام فاضي كيف هالكلام تمام والله نحن توا عندنا صورة يا ريت تجينا لكن الصورة شو تقول صورة هذا طبعا لا فترة الكلام هذا مختفي صورة هو طالع من الحبس هذا كان في طارق بن زياد دقينا 60 يوم طالع عرف الله واحد اللي هم حكم العسكر في بعضهم توا الحوسة في بعضها الخبيطة في بعضها كلها دقوه 60 يوم واطلقوه مستوي اطلقوه كيف قعيب مروح وجاي للطريق على كيفك ايش رايك عماد هذا حكم العسكر يا اللي تقول نعم لحكم العسكر في ستيفاني ويليامز تذكروها مبعوثة الأمم المتحدة قبل عبد الله بتيلي هذه الحقيقة دايرة تقرير ودايرة خلاصة يعني سمحوني شينا شوية بصراحة لكن حاول نطلع لكم منها بعض النقاط إذا كان تقدروا تطلعوها لهم على التلفزيون فضلوا يا شباب من الأشياء الأولى
تقول ويليامز شنو تقول؟ تقول ان ابناء حفتر يتنافسون على خلافة والدهم، هذه ما ظنيش عدل، في حين يستمر ولدهم في التودد الى مجموعه من كبار المسؤولين المدنيين. تمام. وكذلك تقول ان اجمعوا زي ما تقول ان الوريث العسكري لحفتر هو صدام. وايضا يعني نقلت ويليامز هذه ان عائله حفتر سيطرت على معظم الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه في شرق ليبيا، فضل اللي تبع الحكم حكم العسكر. وقالت اخرى ان صدام متورط بشكل متزايد في انشطه تهريب البشر حسب قولها، حسب قول ستيفاني ويليامز في التقرير. وايضا تقول ويليامز ان مصلحه مصر راسخه في ضمان استمراريه قوات حفتر، يعني يبوا حفتر يمسك في الشرق لانه يعتبروا فيها العمق الاستراتيجي لهم المصريه. وايضا ويليامز تقول ان الجماعات المسلحه في طرابلس تميز نفسها من خلال افتراسها لما تبقى من مؤسسات البلاد، ومن خلال مراسيم رئاسيه غير مدروسه اكتسبوا سلطات الاعتقال والمراقبه والاحتجاز التي يستخدمونها بشكل روتيني لاكراه وسجن مواطنيهم ومنع المساءله. هذه ويليامز. وأبدت أيضا ويليامز القلق بشكل خاص من قمع الحريات من قبل عناصر من قوات حفتر في الشرق والجماعات المسلحة في الغرب، مشيرة إن هذا التراجع يعود إلى أيام معمر القذافي عندما مارس النظام سيطر شبه كاملة على السكان، إلى درجة أنه لم تكن هناك حرية تكوين جمعيات، وأصبحت ممارسة إبلاغ الآخرين راسخة بعمق في المجتمع. شرايكم؟ كما حذرت ويليامز من أن ترك الوضع الراهن للطبقة الحاكمة المفترسة بين قوسين والجماعات المسلحة المرتبطة بها لا يبشر بالخير لزرع بذور الديمقراطية في ليبيا. أو فعلا أو قايم قال لا نبو ديمقراطية لا نبو شيء، نبو حكم العسكر. لا سيما في ضوء هشاشة المجال العام وغياب المؤسسات الخاضعة للمساءلة وتفكك المؤسسات السياسية. هذه طبعا يعني نقولها كم بصراحة تفهم في الوضع الليبي أكثر منا نحن، تفهم في الوضع الليبي أكثر منا نحن، مطلعة خاشة جوا وخذت الغنداق بتاعها من 2018 إلى 22 وما صار منها شيء، وجاء بتيلي وبتيلي بيدير رايحة هو بيجمع الفرقاء، هذا ما صح التعبير، ما صارش منهم. ووين ماشي البلاد الله أعلم. وهل الكوازي اللي قاعدين توا ذيما بيتحركوا؟ لا ما هم مش متحركين. هل بيصير انتخابات وبيصير بلاد وبتصير دولة؟ لا والله. إلى الآن المشكلة في السياسيين كلهم، المشكلة في الطبقة الحاكمة في الشرق وفي الغرب، المشكلة عندهم كل واحد محافظ على المكتسبات بتاعته، واحد مكتسبات محصلها عن طريق الأمم المتحدة وواحد محصل مكتسبات عن طريق الدبابة، ونفس التفكير نفس العقلية، هذا ما بيش يفرط في مكتسباته وهذا ما بيش يفرط في مكتسباته. ونحن كشعب نتمنى أن بلادنا يكون فيها دستور، يكون فيها مؤسسات قضائية وعدل، ويكون فيها انتخابات، وتكون فيها المطالب أو المكتسبات اللي اكتسبناها من ثورة فبراير يفترض أن يكون واقعا عمليا. أنا بنقول حاجة للمسؤولين بصفة عامة سواء كان في الشرق أو في الغرب، أي واحد بغض النظر عن اللي خش للسلطة بالقوة، خلينا منه، أي واحد جباته فبراير والله بالمناسبة كذا، أعطوني متاع الشيباني هذا، جبت
الخليفة حفتر اللي ما قام به من دور خط. لا أعطوني تاع جبل الله الشيباني. يعني تكون موجودة عند الناس إن إحنا رانا فيه تهميش. بالعكس ليبيا خاصة يعني بعد الأحداث تمت فيه الانتخابات والانتخابات موجودة. لا أقولها أنت هذه كلمة مش قايلها. أنا نقول لا الأحداث لا مرة خذها مني المصيبة. خذها مني نكبة فبراير. جاب الله خليك في الموضوع. خذها مني نكبة فبراير. خليك في الموضوع يا شباب. وبعدين يا تمام هي نكبة يا والله فعلا. يعني نقولها لك بصراحة اللي جابتك أنت يعلم الله أنها نكبة. نقولها لك يعني. لكن بنقول لك خليك عند كلامك زي ما قلت الفرج قعيب. انت تعتبر فيها نكبه وتعتبر فيها كارثه وتعتبر فيها احداث. بينما قعدتك في البرلمان ما جابتهاش لك الا ثوره فبراير. ثوره فبراير اقرت مبدا عام هو الانتخابات. وانت زلفطت وخشيت للانتخابات. وجابنك الانتخابات وقعدت عضو في المجلس التشريعي. تمام جدا. إذا هي نكبة خلوكم رجالة. وأيضا هذا ينطبق الكلام على البرلمان الليبي كله. البرلمان اللي هو دعم حفتر ودعم حكم العسكر. البرلمان أنت من جابك؟ جابك ثورة فبراير. أنت الآن تدعم في العسكر. خلاص يبقى أنتوا حلوا أرواحكم وقدموا استقالتكم وخلوكم رجالة على مستوى كلمتكم. وعدوا للعسكر قولوا له تعال دير لنا برلمان نحن. منطق ولا مش منطق هذا؟ أيضا أنت يا نكبة يا كارثة قدم استقالتك خليك راجل. قل هذه نكبة أنا لا نرضى ونربى بنفسي أن تجيبني للسلطة نكبة. كيف هالنكبة؟ أنا لا يمكن نجي عن طريق النكبة. أنا نجي عن طريق الحق وعن طريق ما أؤمن به من نهج مفروض هيك الإنسان. وقدم استقالتك ووفر علينا 20,000 و200,000 والملايين اللي خذيتهم. وعدي الحفتر وقول له انا ما اقتنع بيك ولنقلنا دير لنا برلمان وخلينا نقعدوا برلمانيين اخا. هو حفتر اصلا دار انقلاب ولراكم بالكل. اللي ثبتتكم هي فبراير. حفتر طالب بايقاف جميع الخطوات المدنيه وايقاف الانتخابات والدستور ويبسها الكم كلها. لكن اللي احيتكم هي فبراير. هي اللي جابتكم انتخابات وحطتكم اعضاء. تقبلوها يا راجل ناكرين الجميل انتو. ما هي مزبوط يا سيدي هاي ناكر جميل. قدم استقالتك وفكنا من وجهك يا سيدي. وايضا هذا الكلام ينطبق على كل مسؤول جابته فبراير وهو ناقم على فبراير او يطالب بتطبيق منهج معمر في عهد فبراير. لا حبيبي اللي جابك ما جابكش منهج فبراير منهج معمر. اللي جابك منهج فبراير. اذا قدم استقالتك من فبراير وعدي يا سيدي اركب على دبابه ولا جيب لنا الكتاب الاخضر ولا الفكر الجماهير بتاعكم وتعال اقنع به الناس وصح لك. تمام. باهي كذا اعطونا اذا كان يعتقد البعض انه يستطيع ان يتجاوز الخط سرت الجفرة ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. خط بالنسبة لنا خط أحمر. السيسي هذا استدلوا به اثنين. استدل به من استدل به بتاع نعم لحكم العسكر اقعين. قال له هتشوف الرئيس يدد الرئيس مش عارف شنو السيسي وشوف التطور اللي صار وشوف التقدم ونتمنى أن ليبيا تقعد كيف. لا والله من تمنوها يعلم الله من تمنوها. من تمنوها تقعد كيف مصر بهذا الشكل؟ لا والله. الأمر الآخر ويليامز قالت اللي الاتفاقات اللي صارن بين الشرق والغرب ولا بين الروس ولا الأتراك ولا بين اللي هو اللي دار الكم السيسي تو وقال لك جفرة الكفرة مش عارف شنو خط أحمر احتلال يعني احتلال مصري خط أحمر في وسط بلادنا. اللي هذا يستدل به يستدل بالسيسي على انه هو نتمنه ان نكون كيف وحكم العسكر هذا وهذا هو حكم العسكر اللي نبوه هذا اللي قالك عين. تمام
وويليامز قلت لك أنا مرأة خاشة في الليبيين، خاشة مظبوط. شن قالت؟ قالت حكم عائلة اللي قاعد يصير، اللي قاعد في ليبيا حكم عائلة. حتى بعد حاولنا ان نجمعوا الفرقاء كلهم، قالت لا، قالوا لا لا لا، فيش واحد مقتنع بالاخر. الجهه الشرقيه مقتنعين بالمرعوب هذا كي انه هو عسكري، وان نعم لحكم العسكر، والعائله بتاعته ولده والوريث بتاعه هو صدام، وخذ من هالقصص وحط. تمام، يبقى ارجو كم فهمت العنوان، نعم لحكم العسكر استهزاء وسخرية بالعصابة اللي قاعدة غادي، اللي ناهبة أموال الليبيين، واللي صعدت على اكتوف فبراير وتقلدت مناصب عن طريق فبراير، والآن يتبرعون من فبراير ويلعنون فبراير ويستخفون بفبراير ويصفونها بأوصاف شنيعة. إذا كنكم أنتم رجالة ما زلت أنا في كلامي، قدموا استقالتكم وقولوا والله ما يشرفناش، قولوا هك ما يشرفناش ان نجول الحكم ليبيا عن طريق فبراير او عن طريق النكبه هذه، هذه كي نقرع لكم ونقول يعلم الله انكم رجاله، لكن تجيب كم فبراير وبعدها تقعدوا تتبرعوا منها ولا تصفوها باوصاف شنيعه، هذه ما يقولش بها لا عقل ولا دين ولا عرف. يصلح الله الحال ان شاء الله، يصلح الله الحال. ها شباب، نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة في عنوان جديد من برنامجكم إشراقة وطن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن تبصر النور لا تحتار في الفتن، أن تنصر الحق هذا أعظم المنن، أن تستقيم على هدي الرسول ولا تمل إلى الظلم أو تدعو إلى وثن، وأن تكون جدارا في